بسم الله. لو انا عايز ارسم بوكس ممكن اجي هنا اختار امر بوكس وابدا ارسم بالشكل دوت، او ممكن اجي فوق اقول له امر بوكس بيو اكس وابدا ارسم البوكس عادي. ولو بصيت هنا بلاقي في بعض الاوامر واخده سهم صغير كده، فلما بدخل بلاقي اوامر كتيره يعني متشاركه مع الامر الاولاني دوت، فكل دي بترسم حاجات مجسمة، بترسم دايرة، بترسم سلندر، بترسم كون. ممكن اجي هنا برضو في مربع صغير جنب المربع دوت بيقول لي عايز ترسم من الناحية، يعني ممكن نرسم من الركن دوت للركن دوت وبعد كده اديله الارتفاع او احدد 4 نقط وبعد كده اطلع، يعني مديني شوية اشكال ابدا اختار منها. طيب لو انا دلوقتي عايز ارسم مكعب بوكس من النقطة دي للنص بتاع دوت واطلع بيها، تمام، ابدا اقول له عايز الامر بتاع بوكس، اتاكد ان اوامر سناب شغاله معايا. لو دي مش ظاهره معايا اجي هنا اوبجكت سناب ادوس رايت كليك واقول له اوبجكت سناب اوف اون تشتغل معايا، او في برضو قائمه تانية اللي هي تور بار اجي هنا اقول له اوبجكت ادوس حرف الاو تبدا تطلع لي اوبجكت سناب، تمام، دي برضو ممكن تشتغل من هنا. افعل الميد بوينت وافعل الاند بوينت اقول له ارسم لي من النقطه دي، تمام، الاند بوينت للميد بوينت واحرك البكر بتاعت الماوس وابدا ارسم حسب الارتفاع اللي انا عايزه، وممكن اكتب له الارتفاع، تمام. طيب دلوقتي البرسبكتيف دوت انا عايز احط الناحيه دي والتوب يجي الناحيه دي، هسحب دي كده والتوب بسحبه الناحيه دي، ماشي، اقدر اختار اني امر اللي انا عايز اشتغل معاه، وممكن اضيف لو انا عايز اي حاجه اقول له انا عايز مثلا اسبريت هوريزونتال فيرتيكال نيو لي اوت اضيف لي اوت امبورت لي اوت. طيب في حاجه كمان، لو انا عملت سيلكت من اليمين للشمال اي حاجه هلمسها هتيجي معايا، بعكس لو عملتها من الشمال لليمين هيجي معايا بس الحاجات اللي انا احتويتها بالكامل. يعني لو انا جيت كده وعملت نص سيلكت على المكعب دوت مش هيجي معايا، عكس لو هنا جيت عملت ربع سيلكت كده بيجي معايا السيلكت بتاعي، تمام. خلينا نرسم دايرة او كورة سفير من هنا، ابدا اشوف اني نقطة المركز اللي انا عايز اعملها مثلا ديت من هنا، وابدا اشوف اني النقطة التانية فين مثلا من هنا لهنا، تمام. ممكن اقول له بدل البرسبكتيف خليها مثلا رندرت يدينا شكل كده يكون اوضح، تمام، زي ما انتم شايفين البرنامج بسيط ان شاء الله ما فيهوش